سلطان دقيقة أو 20 ثانية. وكان مباراة صعبة للمنتخب الإماراتي، لكن أتمنى أن المنتخب الإماراتي والشارع الرياضي ينسى المباراتين اللي تعادلوا فيهم، بيقابل مباراة منتخب قوي، منتخب مترابط، لكن مي صعبة على الإماراتي لو استطاع مدرب المنتخب الإماراتي أن يعني يوظف لاعبيه بالطريقة الصحيحة بعدم إهدار الفرص زي ما حدث في المباراتين السابقتين، وإن شاء الله قادر أنه يرجع أنه يكسب الثلاث نقاط، خاصة أنه يلعب على أرضه بين جماهيره. توقعاتك؟ والله يا أبو كرام صعب التوقعات، ما ودي أتوقع. طيب ما بدي أتوقع، بس قبل ما أسأل عمار، إيران تتصدر المجموعة عندها 6 نقاط، متقدمة بنقطتين على كوريا الجنوبية، الإمارات عندها 2، سوريا 1، لبنان 1، والعراق 1، كلهم بيسلموا على بعض باستثناء إيران. عمار، مصطفى لا سمح الله بكرة فوز إيران وكوريا الجنوبية لازم ننسى نحن المنتخبات العربية الواحد من المركزين أكيد، يعني سوريا بكرة لازم أقل شيء تتعادل مع كوريا، وبكرة الإمارات أقل شيء تتعادل مع الإيران، لأن بصير 9 و7 نحن بدنا نتقاتل مع بعضنا على المركز الثالث، على النص مقعد. مباراة صعبة كتير، أنا برأيي بكرة مباراة المنتخب الإماراتي هي مباراة علي مبخوت وليما، لأنه ممكن يلاقوا المساحات اللي يقدر يتحركوا فيها هدول الاثنين، يعني مباراتهم بكره ما راقول اسهل مباريات، مباراة سوريا ولبنان لا، بس طريقه تكتيك المنتخب الايراني ممكن تسمح تعطي مسافات اكثر ومساحات اكثر، ما انه متكتر لليما وعلي مبخوت. اذا كان ليما بمستوى بنعرفه نحن، بس مشكله علي مبخوت بعتقد مستواه ثابت على طول، بس ليما يوم اب ويوم داون، هي يعمل لك هدول الاثنين هن المفتاح، لانه عندك المنتخب الايراني باي لحظه ممكن يجيب جول، خصوصا بالكرات الثابته. مصطفى عندنا مشكله في دول الخليج بشكل عام، والإمارات الكرة الثابته والركنيه الايرانيه صعبه، مباراه صعبه جدا على المنتخب الايراني. طيب.